عاشوراء درس للعطاء بالفداء في رضا الله. يا عاشوراء درس للعطاء بالفداء في رضا الله. كل السر للثبات والصمود في الوجود هي معنى. واتلوا قرآن خلود التضحيات للممات وحسينا للممات وحسينا. هي عاشوراء درس للعطاء بالفداء في رضا الله. كل سر للثبات والصمود في الوجود هي معنى. واتلوا قرآن الخلود التضحيات للممات وحسينا. هو حبل الاعتصام لتنال على مقام. عنه لا لا تبتعد طرفة عيني. فارتضيع منه السلام دون أن ترجو الفطام. آه ما أحلى عطاءات الحسين. هو حبل الاعتصام لتنال أعلى مقام. عنه لا لا تبتعد طرفة عيني. فارتضيع منه السلام دون أن ترجو الفطام. آه ما أحلى عطاءات الحسين. آه ما أحلى عطاءات الحسين. بابنه تجلت روح عشاق باشتياق موت حينما اشتاق. صاعد بعزم فوق أعناق في ثرى الخلود ضم آفاق. بابنه تجلت روح عشاق باشتياق موت حينما اشتاق. صاعد بعزم فوق أعناق في ثرى الخلود ضم آفاق. في ثرى الخلود ضم
حيث كان الحق صدقا سيكون لا يهون هكذا يفخر ولذكر الله كم كان سميعا ومطيعا حينما ذكر فمن الفجر الحسيني ابتهالا واكتمالا أشرق الأكبر أشرق الأكبر حيث كان الحق صدقا سيكون لا يهون هكذا يفخر ولذكر الله كم كان سميعا ومطيعا حينما ذكر فمن الفجر الحسيني ابتهالا واكتمالا أشرق الأكبر أشرق هو ماء وفرات فبه تحيا الحياة منذ أن سبح لله مليا بالدماء والثرى ولذا ينساح الورى كل شيء من حسين صار حيا هو ماء وفرات فبه تحيا الحياة منذ أن سبح لله مليا بالدماء والثرى ولذا يصاح الورى كل شيء من حسين صار حيا فالتزم خطاه يوم ذكرى لم يموت وربي كيف تنعى خالد تجلت من عطايا ثورة أبان سر معنا فالتزم خطاه يوم ذكرى لم يموت وربي كيف تنعى خالد تجلت من عطايا ثورة أبانت سر معنا ثورة أبانت سر هو حبل الاعتصام لتنال أعلى مقام عنه لا لا تبتعد طرفة عيني فارتضيع منه سلام دون أن ترجو الفطام آه ما أحلى عطاءات الحسين بابنه تجلت روح عشاق باشتياق موت حينما اشتاق صاعد بعزم فوق أعناق في ثرى الخلود ضم آفاق في ثرى الخلود
ضم أفر فالتزم خطاه يوم ذكرى لم يموت وربي كيف تنعى خالد تجلت من عطايا ثورة أبانت سر معنا ثورة أبانت سر معنا ثورة أبانت سر معنا هو من ضحى وعلى شانا ولكي نحيا ما تعود شانا كم لزمناه أينما كان وحملناه في حنايانا هو من ضحى وعلى شانا ولكي نحيا ما تعود شانا كم لزمناه أينما كان وحملناه في حنايانا كربلاء ثورة الفكر كربلاء غاية الأمر إنها سر والفجر بليال بها عشر كربلاء ثورة الفكر كربلاء غاية الأمر إنها سر والفجر بليال بها عشر منبع الفداء ثمر الولاء هي للسماء آية كبرى بشبابها وإبائها وعطائها تعتلي قدرا منبع الفداء ثمر الولاء هي للسماء آية كبرى بشبابها وإبائها وعطائها تعتلي قدرا تعتلي قدرا ها هو الأكبر بالإباء يكبر ها هو الأكبر بالإباء يكبر يمضي للموت يرفض المنكر لأب ضامن ضره يظهر بأسه يعلو كلما كبر ها هو الأكبر بالإباء يكبر يمضي للموت يرفض المنكر لأب ضامن ضره يظهر بأسه يعلو كلما كبر ابن الهدى في طاعة الأمر الوالدين يشكو أذى الدهر قد أتى ليوفي بالنذر ملبيان في ساعة النحر ابن الهدى في طاعة الأمر الوالدين يشكو أذى الدهر قد أتى ليوفي بالنذر ملبيان لساعة النحر ملبيان لساعة النحر ملبيان ابن الهدى في طاعة الأمر لوالدين يشكو أذى الدهر فقد أتى فقد أتى ليوفي بالنذر ملبيا لساعة النحر هكذا بدا عاشق الفدا وعلى العدا ثار يسار لحسينه ولدينه ب
بيمينه سيف حيدر هكذا بدا عاشق الفدا وعلى العدا ثار يزار لحسينه ولدينه بيمينه سيف حيدر ابن الهدى في طاعة الأمر لوالديه يشكو أذى الدهر فقد أتى ليوفي بالنذر ملبيا في ساعة النحر ها هو الأكبر بالإباء يكبر يمضي للموت يمضي للموت يرفض المنكر لأب ضامن بره يظهر بأسه يعلو كلما كب كلما كب ابن الهدى في طاعة الأمر ابن الهدى في طاعة الأمر لوالدي يشكو أذى الدهر وقد أتى ليوفي بالنذر ملبيا بساعة النحر ملبيا هكذا بدا عاشق الفدا وعلى العدا ثار يزأر هكذا بدا.